نظمت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة ندوة تحت عنوان الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية لمناقشة عدد من الموضوعات الداعمة للاقتصاد في الفترة الراهنة. واستعرض المشاركون خلال الندوة العديد من الأفكار والرؤى الخاصة بالمحور الاقتصادي الذي يعد محورا أساسيا من محاور الحوار الوطني لرفع توصياته لمجلس أمناء الحوار الوطني. الحوار كان ثري جدا واشتركت عديد من الشخصيات الهامة جدا في إدارة هذا الحوار ولقد نوقش من عدة جوانب ومن عدة وجهات نظر. الحرب الأوكرانية الروسية هي انعكاس لمخاض عالمي لتغيير في النظام الاقتصادي العالمي، تأثيراته لسه مش واضحة لحد دلوقتي هتوصل لفين، ولكن هو كان زي ما بنقول عليه الفصل الثاني بعد ما كان الفصل الأولاني أزمة الكورونا واللي حصل فيها. الفصل الثاني هو الحرب الأوكرانية. الحقيقة حزب حماة الوطن كان له سابقة في وجود قبول الدعوة للحوار الوطني واللي بيها وعلى غرارها تم كثير من الجلسات في محافظات الجمهورية كلها، والنهاردة انطلاقا واستمرار لهذا الأمر في محافظة القاهرة ومبادرة هامة جدا عن موضوع الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية في هذا الأمر لما له من أهمية كبيرة جدا من إدراك القيادة السياسية في حزب في جمهورية مصر العربية لأهمية سلاح دعم الصناعة الوطنية في المستقبل. احنا بدأنا فعلا شغل في أرض الواقع، يعني الحمد لله التواجد النهاردة دي كلها قيادات تنظيمية موجودة كلها على حكمة ووعي بمدى خطورة الوقت اللي احنا فيه، والتواجد بتاعنا وتأثيرنا على المواطن البسيط اللي في الشارع اللي لازم يشوف كمية التحديات اللي بتواجهها الحكومة والسيد الرئيس. الفترة دي فعلا كلنا محتاجين للحوار الوطني. ناقشنا وكنا بناخد من الندوة دي ان احنا نطلع بنقاط محددة ان شاء الله هنرفعها للقيادة المركزية للحزب ومن خلالها ترفع الى لجنة الحوار الوطني العليا حتى يكون حزب حماة الوطن بهذا ساهم بشكل ايجابي سياسي وحزبي في الوصول الى مقترحات وتوصيات تكون قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ان شاء الله.